متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. سولكين، عبد القادر جيريو، ليليا بويحيوي، سيليا والعديد من النجوم ساهموا في نشر هاشتاغ راحوا غلط. هذا الهاشتاغ الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع المؤثرين المجهولين نوميدا العزول، ريفكا وستارلي. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.